زي الباشمهندس ده اسمه طبعا الديسيكيتور او المجفف، وهنا ده باريوم، ده اكسيد باريوم، ده الناتج يا فندم من ده الغده النخاميه. الغده النخاميه بعد ما قعدت يومين ثلاثه في الاسيتون مع التغيير حطيناها في الديسيكيتور هنا في المجفف. ده منظر المجفف يا جماعه برده نشوف. تمام، ده بيشفط الرطوبه طبعا شرح جدا لامتصاص الرطوبه من الوسط، وبيتحط عليه الغطاء. تمام، ما ده يعتبر من مشتقات الباريوم واكسيد الباريوم وحاجات زي كده، اللي هو بيشفط برضو او بيمتص الرطوبه. تمام، وده الغده في النهايه، وزي ما الباشمهندس وضح لنا، الباشمهندس قلت كل كيلو سمك ليه غده. بعد كده يعني احنا المفروض بنحل ده، بنطحنه ونحله محلول ملحي، سلاين او محلول فسيولوجي. تمام، ادي المحلول الملحي، ممكن يتجاب من الصيدلات عادي او يتعمل الصيدليه 9% ملحي، يعني هو محلول فسيولوجي. بناخد منه 25 سنتي. تمام، طبعا احنا معانا بالسرنجات او بالبايبتات، بناخد منه 75 مللي، 75 مللي، ونحط عليه ميه مقطره 125. تمام، يعني بتخفف، بنعمل له ديليوشن بديستال ووتر. طبعا وبنطحن الغده دي، نطحن الغده معانا اهو، مطحن اهو ده هون، الهون اهو نطحن الغده فيه. تمام، ونضيف على كل غده سنتي من الملحي. كل غده سنتي من الملحي، ونبدو نحطه في الجهاز الصلب المركزي، ونسحبه بعد ما تأثر نسحبه ونحجم. احنا فايدة الجرعة الأولى بندي غدة واحدة بس، سنتي واحدة الجرعة الأولى اللي هي الجرعة التحفيزية. الجرعة الثانية بنوزن السمك، السمك 3 كيلو تاخد 3 غدات، 4 كيلو تاخد 4 غدات، 4 سمك. عايز اخفف مثلا المحلول الملحي، ممكن اضيفها مثلا على نص سم، نص سم مثلا. ودي الاجهزه اللي موجوده طبعا، المفروض تكون موجوده في اي مفرغ طبعا، ديسكيتور هنا لسحب الرطوبه، محاليل زي محلول ملحي، هون للطحن. تمام، وسرنجات للحقن. تمام، وبايبتات، المفروض بايبتات، وسنترفيوج عشان السنترفيوجيشن وطرد مركزي، اطباق بتري لغز العينات. تمام، لغز العينات، وطبعا الكاس اللي احنا جبنا جايبين منه طبعا الغده البيتوتري. تمام، وعندنا باينوكلر، برده باينوكلر ده حضرتك بتشوف بيه البيض والبيض وموازين طبعا. وفي نهايه جولتنا بمفرخ السمك الصناعي بالعباسه محافظه الشرقيه، نشكر الباشمهندس يحيى زكريا وكل اللي عاملين بالمفرخ، الحقيقه موقع انتاجي متميز وكوادر نادره موجوده في الهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه. ومن خلال الباشمهندس طبعا بنشكر حضرتك وكل الموجودين، معلومات قيمه استفدناها النهارده. ولو تحب حضرتك تقول كلمه اخيره في نهايه الجوله، نشكر العاملين بالاداره العامه لمركز المعلومات بالهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه تحت قياده الدكتور محمد عبد الباقي عامر رئيس مجلس اداره الهيئه.